السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نشوف مع بعضنا كيفية إشعال المدخنة. نعرف كونه في عند القيام بفحص الخلايا لابد من استعمال الدخان لكي يهدأ النحل ويمكننا مشاهدة ما بداخل الخلية، فبهذا نستعمل المنفاخ. مثل هذا المنفاخ استعمل هذا، نجم يكون هنا في كالمنفاخ هذا الموجود في السوق، ولكن خيرت هذا استعمل هذا لسببين. الأول هو كونه كبير الحجم وهو من صنع محلي، بحيث يسع يمكن لنا أن نقوم بزيارة العديد من الخلايا دون أن نقوم بزيادة أي فتحه وزيادة العشب أو النشارة. فبذلك كما أن هذه من مميزات هذا المنفاخ، أي أن بيت النار بعيدة جدا عن الفوهة التي يخرج منها الدخان، بحيث أن الدخان عند خروجه يكون باردا لا يكون ساخنا، ونعرف الدخان الساخن فهو يقوم بهيجان النحل، يزيد من هيجان النحل. قلنا في الاستعمال المدخنة عنا نوعين، استعمل نوعين من الأشياء. عنا النشارة عند النجار، فضلات النشارة، اللوح، وكذلك يمكن استعمال ورق الصنوبر. هذا الورق الصنوبر يمكن استعماله واحد من الاثنين، اما النشارة او الصنوبر. في بدء الامر يجب اشعال وضع هذه المدخنة نقوم بوضع المنشار أو ورقة الصنوبر في الداخل المدخل. دونك هذا الدرس خاصة للمبتدئين. فهم عندما يقوموا ب يقومون بنشط الدخان في الخلية عوضا أن يهدأ النحل، يزيد في هيجانه ويقوم بالهجوم على النحال، وذلك لسببين. السبب الأول هو عند التدخين يكون الدخان ساخن جدا، مما يضطر النحل للهجوم على النحال، وكذلك نوعية الدخان. عندما يكون الدخان أسود، أي أنه أسود وحار، هذا يزيد من هيجان النحل، لابد من الدخان أن يكون أبيضا قاتما، أبيض قاتم، وكذلك يكون بارد كالذي بزاد مشاهدته. نقوم بزيادة النشارة مع القليل من الهواء، انظر الدخان أبيض كما أنه بارد ليس بساخن. عندما يصبح الدخان ذلك نقوم بتسكير
الطبخ، ونشاهد هنا الدخان أبيض وبارد ليس بساخن. هذا يدفع النحل إلى استهلاك كميات كبيرة من العسل ولا يقوم بالهجوم على النحال، بينما إذا كان الدخان أسود وحار هذا يزيد من غضب النحل وكذلك هيجاني على النحال. كذلك هناك من يستعمل الأوراق أو الكرتون، ونعرف أن الكرتون فيها مواد برودوي شيمي، مواد سامة، دونك مما يمكن أن يحدث ضرر على النحل بسبب ذلك المواد السامة التي داخل الكرتون، كما أنه قلنا هنا استعملنا هذا المنفاخ كبير الحجم بحيث أن ما بين النار في الأسفل والفواهة مسافة بعيدة جدا، أي عند صعود الدخان يبدأ بالبرود إلى أن يصل إلى الفواهة بارد، لذلك السبب يكون قد ضمننا برودة الدخان بدون نشوفوه كان هنا أبيض قط. هذه هي مميزات المدخنة، أي عند استعمال المدخنة لابد أن تكون هي السلاح الوحيد ضد هجوم النحل، وإلا فلن تقدر على هجوم النحل وتترك الخلية وتفر هاربا، كما أنه لابد من التعود على عدم لبس القفازات، وذلك لأن القفاز عندما تقوم الملكة برسع القفاز يقع الإبرة تلتصق بذلك القفاز وتطلق الرائحة رائحة السم، مما يزيد في هجوم النحل على القفاز. يمكن أن يصيبك لسعة أو اثنان من النحل، ولكن تتعود بصفة دائمة تتعود على النحل، كما أن الانفعال أي الحركات السريعة مع الخبط على الخلية هذا يزيد من تشنج النحل والهجوم على النحال. يجب دونك البدء بالاستئناس بممارسة مهنة النحل بدون قفازات حتى يكون الضرر قليل على النحال. تقريبا هذه أهم مميزات استعمال المدخنة وكذلك وقوف تفاعل النحال مع الخلية. لابد أن يكون كما قلنا هادئ وحركته بطيئة جدا بدون انفعال وبدون لطخ أو إحداث ضجيج بجانب الخلية. تقريبا هذه أهم القواعد التي يمكن أن أنصحكم بها خاصة المبتدئين قبل فتح الخلية والبدء بالفحص الخلية. هذا هي موضوعنا تقريبا اليوم من أهم مميزات المدخنة و والتعامل مع النحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.